الرجاء الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ودعمنا بلايك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المشاكل اللي يعاني منها الأساتذة هي السعة التخزينية للجوجل درايف اللي مصمم به الكلاس روم. يعني أنا عندي هذا الكلاس روم، هذا الكلاس روم اعتيادي من أول ما انفتح لحد الآن. أنا شو مسوي؟ مخلي كل الأجوبة الواجبات، وأيضا سوينا أسئلة اختبارية موجودة وين؟ كلها بالجوجل درايف لنفس الحساب. فنلاحظ أنه السعة التخزينية راح تتأثر بهذه الصور المخزونة. فلو نروح على الحساب مالتنا، نلاحظ أنه السعة التخزينية هنا تم استخدام 5.6 جيجا من إجمالي 15 جيجا. فأنا شو أسوي حتى أزيد المساحة التخزينية وأخلي الامتحان كليته؟ راح كل طالب يجاوب أي امتحان يجاوب الورقة مالت الأي فور وجهه قفة، يعني صفحتين، كل طالب صفحتين. إذا عندك 200 طالب، 200 في 2 فيسوي 400 صورة، 400 صورة مساحتها كلش عالية. فممكن أنه راح تلاقي فد صعوبة أو مشاكل أثناء السعة التخزينية. فإيش أسوي؟ أحاول أسوي امتحان في حساب آخر وأربط هذا الامتحان مع حساب الكلاس روم. فأحاول أطلع من هذا الحساب وأدخل في حساب آخر، أسوي أسئلة، هاي الأسئلة اللي موجودة عندي أنا مسويها، لاحظ هذه، أخذ الرابط مالتها، أخذ الرابط، لاحظ أخذ الرابط مالتها بهذا الشكل، نسخ وأذهب إلى الكلاس روم. طبعا بعد ما أطلع من نايا من الحساب مالت اللي دخلت به، هذا أطلع من عنده وأرجع لي نفس الحساب، أروح الكلاس روم، أنشئ واجب دراسي، إنشاء مهمة للاختبار، راح يطلع عندي بهذا الشكل. أكتب عنوان الأسئلة أو عنوان الامتحان، وأحدد الوقت وأعين الطلاب، هذا اللي هو موجود فيه كل مرة احنا نسويه، اختار وقت والوقت، تاريخ والوقت بهذا الشكل. اللي أسويه هنا لاحظ هذه النموذج وين موجود؟ على نفس الحساب. فاني حتى ألغي هذا أسوي له إلغاء وأنشئ إضافة وخلي رابط، أجيب الرابط اللي نسخته من الحساب الآخر وأسوي إضافة رابط. لاحظ ظهر عندنا هذا، ظهر عندنا هذا الحساب مالتي أو هذه الأسئلة اللي موجودة في حساب آخر. لاحظ هذا من ناية، وترجع يضغط الطالب هنا راح يظهر عنده، يظهر عنده النموذج. وهذا نكون انه بهاي الطريقة انه كسبنا مساحة عالية جدا. لاحظ المساحة اللي احنا موجودة عندنا، لاحظ هاي المساحة، احنا مستخدمين فقط 13.6 ميجا من اجمالي 15 جيجا، يعني عندنا مساحة عالية جدا موجودة في هذا الحساب. فهذا الحساب او انا اسوي حساب جديد بجوجل واسوي فقط لهذا الامتحان، حافظت او حصلت على مساحة خزن اعلى من مساحة خزن الحساب اللي مستخدم بالجوجل درايف.